الحقيقي أو في تفرعات عنه أكدتها المحكمة العليا الأمريكية. أما بعض الحقوق التي ورد ذكرها في التعديل الرابع للدستور الأمريكي مثل حق أبناء الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومقتنياتهم فهي في الإسلام من كليات الدين، فليس من المستغرب وجود تشابه كبير بين مفاهيم ميثاق المدينة الذي أبرم في القرن السابع ومفاهيم الدستور الأمريكي الذي ألف في القرن الثامن عشر، وهذا موضوع يحتاج إلى دراسة أعمق للكشف عن أوجه تشابه إضافية وحقائق تاريخية هامة أخرى. ثم إن تأثير مبادئ الشريعة الإسلامية قد لا يكون محصوراً في الناحية الدستورية فقط، إذ أن أبحاث الأستاذ جون مقدسي في أصول المدرسة القانونية المسمات بالكومن لا، والتي تنتمي إليها بريطانيا وبعدها الولايات المتحدة، ترجح أن عدة قوانين في هذه المدرسة تعود إلى أصول إسلامية. وقد كشفت أبحاثه أيضاً عن تاريخ ملك مستنير ومتواضع فكرياً حكم مملكة صقلية القديمة، وهذا الحاكم اسمه روجر الثاني، وكان في حاشيته الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي السبتي الذي وضع خريطة الكرة الأرضية المعروفة. فقد أعجب روجر الثاني بالإسلام واحترم حضارته، فحفظ للمسلمين حقهم في بلاده ومنها حق حرية المعتقد. ومن آراء الأستاذ مقدسي أن أصول بعض مبادئ العقود ومبدأ المحاكمة أمام هيئة من المحلفين أي The Jury System التي ظهرت في زمن الملك البريطاني هنري الثاني وهو قريب روجر الثاني غير معروفة وليست قريبة من الفكر القانوني المدني أو الروماني أو الكنسي، ولكنها موجودة في الفكر القانوني الإسلامي على مذهب الإمام مالك مثل مفهومي الاستحقاق واللفيف. ويضيف الأستاذ مقدسي إلى ذلك دراسة هامة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافية والعائلية والسياسية التي سهلت عملية انتقال الفكر الإسلامي القانوني من صقلية إلى إنجلترا، وبعدها كان من السهل انتقالها مع الأفكار الإنجلوساكسونية الأخرى إلى الولايات المتحدة، حيث أصبحت جزءاً من التعديلات الدستورية ثم من أهم الحقوق الدستورية الأمريكية. إن نقل هذه الأفكار الحضارية لم يكن لا يحدث لو لم يعتمد روجر الثاني سياسة التواضع والانفتاح الفكري تجاه الحضارة الإسلامية، فكانت سياسته ودية تجاه المسلمين وأعطاهم حريتهم الدينية، فعاشوا معهم في تسامح وسلام وازدهرت بذلك مملكته. وهنا تجدر بنا مقارنة هذا الوضع بوضع المسلمين في إسبانيا الذين طردوا منها في القرن السادس عشر، حيث رفض مبدأ التعارف والتآلف وحل مكانهما الكبر والحقد والاضطهاد. ومن الواضح أن الجميع خسروا في إسبانيا بسبب قصر النظر السياسي الذي أدى إلى طرد المسلمين واليهود، وكانت لذلك عواقب وخيمة حتى في شبه جزيرة إيبيريا. وهكذا نرى واضحاً في التاريخ الضرر الناجم عن الفكر الإبليسي المتكبر والفائدة الناتجة عن المنطق القرآني. هذا المنطق يتطلب منا التواضع أمام خلق الله والإيمان بأن الله خلق شعوب المجتمع البشري من نفس واحدة وجعل الاختلاف فيما بينها فرصة للتعارف والمنفعة المتبادلة. إن المفارقة العجيبة تكمن في كون بعض المتشددين من أبناء أمتنا يعادون حضارات بأكملها بسبب قيم قد تكون هذه الحضارات أخذتها من مبادئ ديننا، ولا سيما ما يتعلق بالحرية. وبالمقابل نرى هذه الحضارات تستعلي علينا بهذه المبادئ وتتهمنا بجهلها وبأنها مما ينبغي أن يفرض علينا بالضغط أو بالقوة. مولاي أمير المؤمنين، إن المسلمين اليوم على أعتاب نهضة
جديدة قد نسرعها أو نؤخرها بخياراتنا، وقد لا تكون بشائر هذه النهضة واضحة للعيان في ظل تصاعد العنف والدمار، ولكن الصحوة قد بدأت، فعرفنا الآن أن مشاكلنا ليست خارجية أو أجنبية فقط، إنها في عقر دارنا وعلينا الاختيار. فهل نعتنق مذهب التكبر والرفض لإنسانية الحضارات الأخرى، أم نعود إلى قيمنا القرآنية الإنسانية ونطبقها في حياتنا، فنختار التعارف والتواضع الاستراتيجي بدلاً من الكبر والازدراء الجاهل؟ هذا السؤال يأخذ بنا للمحور الثالث والأخير من هذا الدرس، ويضع أمامنا إمكانيات حقيقية للإجابة عليه، إذ أن العالم اليوم يتخبط في ثنايا الموجة الثالثة أو الثورة التكنولوجية الثالثة التي تتطور بسرعة خاطفة، فتغير حتى طرقنا العادية في التفكير ورؤية العالم والحصول على المعلومات. إن القرن 21 يختلف عن القرن الماضي أكثر مما اختلف المجتمع الصناعي عن المجتمع الزراعي، تغيراته أسرع وإمكانياته أكبر، كما تبرهن لنا الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت مؤخراً دوراً هاماً في تقويض استقرار بعض المجتمعات والدول. إن اليد الخفية لأدم سميث الرأسمالي قد استبدلت بأياد خفية كثيرة تستطيع تحريك مجموعات كبيرة من الشباب في مختلف أصقاع العالم دون أن تعرفها، لتقوم بأعمال هامة وخطيرة تغير مجرى التاريخ. وفي نفس الوقت فتحت هذه الموجة أبواب المعالجة الطبية والعمل عن بعد، فكيف سنتعامل معها؟ قبل أن ندينها علينا أن نفهمها ونفهم قدراتها، إذ أنها قد عمت وتغلغلت في العالم بأسره بسرعة الضوء. إن الموجة الثالثة مبنية على العلم، وأبناؤها يفكرون ويعملون ويفهمون العالم بطرق غير طرقنا، مما يفتح فجوة بين أجيالنا لها نتائج عميقة. لقد بدأ التحضير لهذا العصر الجديد في بلاد الغرب منذ الستينات، أما شبابنا فقد انتقل إليه دون أي تحضير أو تثقيف أو أي دروع فكرية واقية تحميه من التلاعب في فكره ومصيره، فوقع في شراك إبليسية عديدة أضرت بالجميع. وعلينا الآن أن نتدارك الأمر بالإسراع في التعارف مع هذه الحضارة الحديثة بحماس وجدية، لنفهم طبيعتها وقدراتها، ونوفر لشبابنا الوعي النقدي السليم للتعامل معها بشكل إيجابي. إن الخوض في خضم الموجة الثالثة ضرورة مصيرية لنا، وغيابنا عن الساحة كقياديين في هذه الموجة وحضورنا فقط كمستهلكين يجعلنا نتخلف عن باقي الأمم في أحدث الثورات الحضارية. ولذا فمن الأفضل أن نأخذ بزمام المبادرة بسرعة لتدعيمها في خدمة الإنسانية ورفاهيتها، وذلك عن طريق استراتيجية مدروسة طويلة الأمد. فلا يزال لدينا قدرات فكرية كبيرة، وعلينا ألا ننسى أن أحد القادة الكبار لهذه الموجة وهو ستيف جوبز كان ابن رجل عربي مسلم. إن الموجة الثالثة ليست عابرة، بل هي هنا لتبقى، وهي مبنية على التواصل والتشبيك، وهما صفتان محمودتان إن أحسن استعمالهما. ولهذا فعلينا أن نستبق الأحداث ونؤكد أن التعارف الحضاري في هذا الوقت بالذات هو فرض علينا، كي لا نضيع فرصا مصيرية لازدهار أمتنا وحمايتها من الأخطار. مولاي أمير المؤمنين، إنما عرف عن جلالتكم من الاهتمام بأمر الأمة الإسلامية وما تقومون به من مبادرات لإصلاح شأنها وتقويم أمورها، يجعل حديثي في هذا المجلس عن هذا الموضوع الذي فيه شيء من الشكوى حديثاً جائزاً ومقبولاً. أمد الله في عمركم وأجر مزيداً من الإصلاح على يدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
الدرس الخامس من الدروس الحسنية الرمضانية ألقته بين يدي أمير المؤمنين الأستاذة عزيزة الهبري أستاذة القانون في جامعة ريتشموند سابقاً، تناولت فيه بالدرس والتحليل موضوع آفة الكبر في مظاهرها الحديثة. في عهد أمير المؤمنين شهدت الدروس الحسنية تحولاً نوعياً تمثل في إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس بجانب أخيها الرجل. يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ قيس بن محمد بن عبد اللطيف آل مبارك تميمي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، والأستاذ جلال الدين علوش أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة في تونس، والأستاذ خالد مذكور عبد الله المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت، والأستاذ عبد العزيز بن صالح العوضي مستشار بمكتب معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والأستاذ محمد حافظ ولد سالك عالم وشاعر من أسرة العلويين في موريتانيا، والأستاذ الحاج عبد الله جاسي من علماء غينيا، والأستاذ محمد كارلو من علماء جنوب إفريقيا، والأستاذ أحمد ميان تهانوي فاروقي من علماء باكستان، والأستاذ إسماعيل تاتسيتش مدير مركز التعليم وتطوير الثقافة الإسلامية إمام وخطيب مسجد عثمان أجيتش بمودكو غوسيا في الجبل الأسود، والأستاذ مرتضى بوصري أستاذ بجامعة ولاية لاغوس في نيجيريا، والأستاذ عبد الرحيم حافظي باحث وصحفي في القناة الثانية الفرنسية. ويتشرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يقدم لأمير المؤمنين المصحف المحمدي المضبوط بالألوان المأثورة برواية ورش عن نافع. إلى هنا سيدتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.